سياسة القدم التي ينتهجها حزب الله وقوات النظام السوري في القلمون مستمرة وسط مخاوف من عمليات تنفيس على جبهات أخرى ولا سيما في جبل الشيخ. في الأثناء لا يزال منسوب الخطاب السياسي على خلفية المعارك مرتفعا، وقد أكد الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري أن زمن الانتصارات الإلهية ولا، مشيرا إلى أن من اغتال الرئيس الحريري في لبنان يغتال نفسه اليوم في المنطقة.